كانت وما زالت لكم كعبة الرحمن، تشبيه بليغ يوحي بعظمة مكانة مصر بين الدول العربية. وكذلك تربط الود، استعارة مكنية توحي باجتماع الروابط العظيمة في مصر للعرب جميعهم. ننتقل إلى السؤال الثاني. أحسنت أستاذ محمد في شرح النموذج الأول والإجابة عن النموذج الأول، ونعرض لحبايبنا وطلابنا النموذج الثاني شعبنا الحر. شعبنا الحر الذي كان طاعينا، طاوي الصدر على الجرح سنينا، عاد عملاقا قويا شامخا، عالي الرايات لا يحن الجبين، جيشه الباسل داوى جرحه وشفى الصدر بقهر المعتدين. أقرأ الأبيات مرة ثانية. شعبنا الحر الذي كان طاعينا، طاوي الصدر على الجرح سنينا، عاد عملاقا قويا شامخا، عالي الرايات لا يحن الجبين، جيشه الباسل داوى جرحه وشفى الصدر بقهر المعتدين. أعرض بقلمك لهذه الأبيات أو لمضمون هذه الأبيات. نقول بعد قراءتنا للأبيات قراءة جيدة، نلاحظ أن الشاعر أبدع وأجاد، فلم نشعر بجفاف في المعنى، وقد تناول فكرة رئيسية لهذه الأبيات وهي الإشادة بالجنود المنتصرين، وتناول بعض الأفكار الجزئية فيقول، وهو يعبر عن حالة الشعب المصري قبل وبعد نصر أكتوبر، فيقول: لقد كنا في الماضي وقبل النصر وأيام الهزيمة كالمطعون الجريح، واليوم عدنا كالعملاق القوي الشامخ، فجيشنا ثأر لكرامتنا ومحى عنا العار، عار النكسة والهزيمة. السؤال الثاني: الوجدان عنصر من عناصر التجربة الشعرية، وضح. بعد قراءتنا للأبيات قراءة جيدة، نلاحظ أن الشاعر لم أبدع وأجاد، فلم نشعر بإسهاب في العاطفة، فقد اختار لهذه الأبيات فكرة رئيسية وهي الإشادة بالجنود المنتصرين، واختار لها عاطفة قوية وجياشة وهي الحب الشديد للجيش المصري الذي محى العار، عار النكسة والهزيمة بعد حرب أكتوبر 1973. ويقول إن الشعب المصري حقق انتصارا عظيما مؤزرا بفضل جيشه العظيم الذي شفى آلام الجراح من هذه الهزيمة. السؤال الثالث: الشعر الجيد هو الذي امتزج فيه الفكر بالوجدان، طبق ذلك على الأبيات. نقول: لقد نجح الشاعر في مزج فكره بعاطفته فأبدع وأجاد، فلم نشعر بجفاف في المعنى ولا بإسهاب في العاطفة، حيث تدور الأبيات حول الإشادة بالجنود المنتصرين، واختار الشاعر لهذه الأبيات عاطفة قوية وهي الحب الشديد لمصر وللجيش المصري الذي محى هذه الهزيمة، وجاءت الألفاظ معبرة عن العاطفة وموحية بها، مثل كلمة عملاقا توحي بالقوة، شامخا توحي بالسمو والرفعة، كما جاءت الصور أيضا معبرة عن العاطفة، مثل عاد عملاقا تشبيه بليغ يوحي بقوة الجيش المصري. وننتقل إلى اللوحة الأولى من فرع الأدب ومع الأستاذ محمد السخاوي. أحسنت قولا وعملا أستاذ محمد الدعدر. طبعا إحنا شرحنا دلوقتي الفكر، شرحنا الوجدان، شرحنا الامتزاج. خليكم معانا وكله يحضر مطبوعة إيوان عشان هندخل في فرع الأدب، ولكن بعد الفاصل. برعاية جريدة أخبار التعليم، أول جريدة متخصصة في شؤون التعليم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم.
نفسك تزور بيت الله الحرام وإمكانياتك محدودة، عندك فكرة مشروع ومعكش فلوس تمول المشروع، نفسك تتجوز وإمكانياتك المادية ما تسمحش، عليك ديون ومخنوق ومش عارف تسددها، اتصل من أي خط أرضي على 09533 أو من أي محمول على 5708. هيبقى عندك فرصة تانية.